كمواطن مغربي شنو كتفضل، السياحه الخارجيه ولا السياحه الداخليه؟ صراحه كمواطن مغربي انا كنفضل بالدرجه الاولى السياحه الداخليه، المغرب فيه ما يتشاف، لكن المشكل اللي تيبقى هو الغلاء ديال الفضاءات، الغلاء ديال الفنادق. يعني خاص الوزاره الوصيه، وزاره السياحه تعيد انتظار في هذه النقطه هذه ديال ترخيص بعض الفضاءات باش تعطيهم واحد المساحه فين يشتغلوا مع السياحه الداخليه. يعني اللي كيجي من برا مرتاح، ولكن انا كنظن السياحه الداخليه ما متاحاش للجميع. انا الا بغيت نسافر لواحد المدينه معينه ولا منطقه معينه، ربما يتقم عليا داك الرحله بحالي بحال واحد الا جا مهاجر من برا، وهذا ممكن الدوله تعيد النظر باش تشجع على السياحه الداخليه. المغرب فيه ما يتشاف صراحه، لكن خص تشجيع على السياحه الداخليه من طرف القطاع الوصي. بالنسبه للفرق ما بين السياحه الداخليه والسياحه الخارجيه، احنا عندنا واحد الهدف ان نشجعوا السياحه الداخليه، ولكن الاثمنه اللي لاحظناها هذه السنه والظروف باش تحطوا الاثمنه صعيب باش ان الناس يتشجع السياحه الداخليه. كاين بعض الناس اللي تيفضلوا يمشيوا على برا، يمشيوا لاسبانيا، يمشيوا لتركيا، لان بثمن قل وبجوده تقريبا كالظروف اللي تكون هنا ديال السياحه الداخليه. كاين بعض المواطنين اللي تيقول لك داك الفلوس اللي غنقدر نخسر في السياحه الداخليه نقدر نسافر بهم برا وتقام عليا. شنو تبغي تقول لهم؟ ممكن، يعني انا كنقول الا كان الطائره في المتناول، ممكن الواحد يسافر يشوف دوله اخرى اوروبيه وتقام عليه الرحله بحال في المغرب. لكن هنا اللي خص الدوله ترد البال، يعني تشجع المواطن ديالها على السياحه الداخليه، فهم، ومن خلال هذا التشجيع ديال السياحه الداخليه ممكن تجلب لنا سائح خارجي. اذا هذاك المغربي ملي غيمشي لمنطقه معينه يقدر يسوقها احسن من واحد اجنبي الى جا. بطبيعه الحال الاجنبي كيجي كيسوق الصوره ديال المغرب بطريقته هو، ولكن المغاربه كيحاولوا جاهدين يسوقوا المنطقه ديالهم بطريقه جميله للخارج. اذا هنا نعود نقول اذا السياحه الداخليه الا بغينا نستافدوا منها احنا كمواطنين ديال الطبقه المتوسطه والطبقه اللي اقل من المتوسطه، خص الدوله والقطاع الوصي يشجع على السياحه الداخليه. حتى واحد مكره باش يشوف الدول ديال برا، ولكن نحاولوا نتساراو بلادنا ومن بعد نشوفوا البلدان الاخرى كما كيديروا دول العالم. كما كنعرفوا انه اغلبيه تيقول لك القيمه ديال الفلوس اللي غنخسر السياحه الداخليه نقدر نسافر بهم المغرب. واحد الناحيه عندهم الحق، لان هو الواحد هو يبغي يشجع بلاده، ولكن الا كانت الثمن طالع بزاف هنا على المستوى الداخلي راه غيفضل يمشي برا ويكتشف مناطق اخرى ويكتشف ثقافات وحده اخرين ويشوف حاجات وحده اخرى بثمن قل على السياحه الداخليه. تنطلبوا من الجهات المعنيه ان يراجعوا الاثمنه ديال السياسه ديال السياحه الداخليه، يشجعوا الفنادق 3 نجوم 4 نجوم وبأثمنة تكون يستطيع المواطن أنه يقدم شي لها.